قدمت واحد العمل على الكائنات التي تغزو واجهة المتوسطية للمغرب على غرار دول أخرى. أنا خديت كنموذج الطحالب البنية وهي طحالب أصلها من آسيا وجات غزات عدد من الدول ما بيناتهم المغرب إسبانيا فرنسا ودول أخرى في البحر الأبيض المتوسط. أنا لقيت الضوء على هذا المشكل، شرحت منين جاء هذا المشكل وشنو هما الأسباب ديالو من بيناتهم التغيرات المناخية ودرجة الحرارة اللي غدا وكترتفع في مياه البحر، ولكن لقيت الضوء أيضا على الشراكة ما بينات الجامعات كاينة جاية في أوروبا في إفريقيا وكاينة حتى جامعات أمريكية شراكة ما بيناتهم واحد العمل باش يكون موحد باش نواجهوا كلنا المشكلة.